أول خبر بقى معانا النهاردة إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هيسافر لألمانيا علشان يحضر اجتماعات قمة العشرين وإفريقيا اللي بتهدف لدعم الاقتصاد ما بين أفريقيا ومجموعة العشرين. طبعا هيتم الإعلان كمان عن مجموعة من المشروعات التي قد تساهم في تنمية القارة السمراء. كمان الرئيس السيسي من المقرر أنه هو كمان يعقد سلسلة هامة من اللقاءات على هامش الزيارة، من بينهم قمة مصرية ألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل، وعدد من اللقاءات مع عدد من القادة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة. بجانب اللقاءات هيكون في الثلاثاء توقيع اتفاقية بقيمة 154 مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني. خلونا كمان نستقبل اتصال من السفير محمد منيسي علشان نعرف منه تفاصيل أكتر عن زيارة الرئيس. صباح الورد يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا هانم، اهلا بيك يا فندم. يعني ما مدى أهمية هذه الزيارة واحنا بنتكلم على قمة العشرين وإفريقيا؟ الحقيقة أنا متابع لكل زيارات السيد الرئيس للخارج لسببين. الحقيقة السبب الأولاني أن الرئيس السيسي لا يغادر مصر إلا إذا كان هناك يعني فائدة أو مصلحة لمصر وللقارة الإفريقية في هذه الزيارة. الشيء الثاني الحقيقة أن السيد الرئيس بيوثق علاقاته الشخصية بقادة الدول المختلفة، وبيستثمر هذه العلاقات لصالح برضو الاقتصاد المصري. فعشان كده السيد الرئيس لما راح إلى ألمانيا، لما ذهب إلى ألمانيا هذه المرة، بذهب الحقيقة بصفتين، باعتباره رئيس التجمع الإفريقي في اللقاء، وفي نفس الوقت هو رئيس مصر وهناك مصلحة مصرية مشتركة بينها وبين ليس فقط ألمانيا ولكن حتى الرؤساء الآخرين اللي هيشاركوا في الاجتماع. فعشان كده ألمانيا الحقيقة تحولت في فترة حكم الرئيس السيسي إلى شريك بالغ الأهمية لمصر، والعلاقات الطيبة الشخصية الطيبة اللي موجودة حاليا ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل أكيد بتخدم المصالح المشتركة للبلدين. ألمانيا النهاردة تعتبر تاني، وفي قول يعني في ناس بتقول تاني أو ثالث أهم شريك تجاري لمصر من الخارج. والتكنولوجي الألماني موجودة في مصر بشدة وفي مجالات، يعني ما ننساش مثلا موضوع الكهرباء والمحطات الكهرباء اللي اتعملت في مصر، اللي توليد الكهرباء اللي اتعملت في مصر بشراكة مع شركة سيمنز الألمانية. أعتقد ده نموذج رائع للتعاون ما بين أي دولتين يعني الحقيقة. فأنا متوقع الحقيقة إن شاء الله في نهاية اللقاءات الإفريقية الألمانية هيكون هناك توقيع الاتفاقية زي ما سيادتكم ذكرتوا في المقدمة، لأن في مجالات الحقيقة، وفي مجال ألمانيا الحقيقة بتدعم مصر فيه بشدة، وهو التخلص من النفايات الصلبة. ألمانيا ليها تجربة رائعة الحقيقة ونموذج يحتذى يعني في هذا الموضوع. نعم. طب سيادة السفير، ايضا احنا لو سمحتي فيما يتعلق بقى بالقارة الأفريقية، احنا شفنا مؤخرا مصر كانت طبعا على قمة الاتحاد الأفريقي، شفنا قمة أفريقيا الصين وقمة أفريقيا روسيا، ودلوقتي قمة أفريقيا واللي هتنعقد في ألمانيا مع العشرين. إيه اللي ممكن أن تحصل على القارة الأفريقية هذه المرة من مكاسب الحقيقة؟ الحقيقة القارة الأفريقية يعني هنقول إيه، أرض خصبة لأي استثمارات. القارة الأفريقية تفتقد إلى العديد من الاستثمارات، كمية هائلة من الاستثمارات في مجالات مختلفة، وبالتالي وجود مصر على رأس هذا الاتحاد، ومصر لها تجربة رائعة الحقيقة
بدأت من سنوات طويلة في إفريقيا، ما نتذكر ما كان يحدث في عهد الرئيس عبد الناصر، واللي ما زال على فكرة مصر بتستفيد منه حتى هذه اللحظة. وأتذكر يعني في لقاء مع أحد المسؤولين الأفارقة منذ عدة سنوات، من وهو كان جاي من الكونغو بالتحديد حضرتك، فلما سألته عن موضوع مياه النيل والاتفاقيات اللي بتدور حواليه، قال لي احنا عارفين مصر ولا يمكن هنشارك في شيء يضر بلد عبد الناصر. سيادة السفير، جزء مهم جدا من الاتفاقيات اللي وقعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو التعليم الفني والاهتمام بالتعليم الفني، عايزين حضرتك توضح لنا أكتر مدى أهمية هذا التعليم. نتذكر أن أول وأهم مشروع اتعمل في هذا المجال كان مشروع مبارك كول اللي اتعمل في شبرا الخيمة، واللي استمر لسنوات عديده، والحقيقه انا مش متابعه، ولكن هو كان نموذج رائع الحقيقه، وكنت اتمنى ان هو يمتد لقطاعات كثيره يعني. الدول الاوروبيه ومن ضمنها المانيا طبعا بتحتاج الى عماله فنيه مدربه، وكان الهدف او الفكره هو ان مصر تستطيع ان هي تمدهم بالكثير من احتياجاتهم من العمالة الفنية المدربة بعد عمل تدريب طبقا للكود الألماني أو الإيطالي أو الفرنسي في العمل، لأن كل دولة من الدول دول ليها أكواد مختلفة في كيفية أداء المهنة الفنية، بالإضافة إلى تعليم الدارسين أو المتدربين على أساسيات أو بدايات اللغة الألمانية أو الإيطالية أو الفرنسية، بحيث أنه لما يذهب إلى ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا للعمل هناك بيكون عنده الأساس اللي يستطيع من خلاله أنه ينمي أو يستغل البدايات اللغة اللي موجودة عنده في تنمية لغة تسمح له أنه يعمل ويقيم ويصبح عضو منتج هناك في هذه الدول. نشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير.